أبناء الطبقات المعدومة يصلون يدخلوا 100 ويخرجوا 4% 5% على أقصى تقدير، بينما أبناء الطبقات يعني المترفهة ماديا يوصلوا 80 و90 وحتى 100%. يلاحظ الممارسة البيداغوجية، ولليوم ما زال المعلم اليوم ما زال يمارس نفس الممارسة، وما زالت التفاوتات الطبقية والاجتماعية ليس فقط في الدخول وأيضا في الخروج من المدرسة.